أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعين الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر، انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا الثاني عشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. شوطنا الثاني عشر وهو الشوط الخاص بالفطامين الجعدان الصعوب، كما نذكر باللي انتزعت المركز الأول في شوطنا الماضي اللي هي شواهين لعبد الله بن علي بالسيف النيادي، من انتزعت ناموس الشوط الأول، الشوط الأول الخاص أيضا بالصعوب. تهانينا والناموس لمالكها. نسير مشاهدينا متابعين الكرام بصدارة هذا الشوط، نتابع الصدارة، نتابع البداية والمقدمة، وأرى هني اللي قاد المجموعة مغادر لعبد الله بالطير بس سهيل العامري، يقدم مغادر بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير يلي مع المركز الثاني. من الجانب الاخر التحديات القادمه في هذا الاندفاع لنبراس لسالم بن راشد بن سيب الشاوي الغفلي، وعلى مستوى المركز الثالث ياتي شاهين بشعار حمدان بن فايز بغفان اليابري، يقدم هذا الاسم مع المركز الثالث، اصبح الثلاثيه بهذه العروض الرائعة وبهذا الاندفاع المتميز. ونبراس على الصدارة، نبراس على المقدمة، يقدم سالم بن راشد بن سيب الشاوي الغفلي، ولكن مغادر مع المركز الثاني لعبد الله بالطير بسهيل العامري ثالث المراكز. ياتي ايضا شاهين لحمدان بن فايز بن غفان اليابري، واللحظات الأخيرة، ونبراس بدأ ينطلق في الأمتار النهائية والتحدي مع مغادر مع المركز الثاني، اللحظات الأخيرة، ولكن نبراس هو الأقرب لناموس هذا الشوط بشعار سالم بن راشد بن سيب الشاوي الغفلي. تهانينا والناموس على فوز نبراس بالمركز الأول ولحظات وصوله إلى خط النهاية. تهانينا لسالم بن راشد بن سيب الشاوي الغفلي ولحظات وصول نبراس إلى خط النهاية. المركز الثاني جاء مغادر لعبد الله بالطير بسهيل العامري، المركز الثاني بشعار حمدان بن فايز بن غفان اليابري. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، دقيقتين 16 ثانية هو توقيت نبراس. تهانينا لسالم بن راشد بن سيب الشاوي الغفلي.